بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الرسالة حنتكلم عن الانتر فيلان راوتينج. راح نتكلم عن عملية مهمة لجعل الأجهزة الموجودة في الفيلانز المختلفة تتمكن من أن تتصل مع بعضها البعض. هذه العملية يطلق عليها الانتر فيلان راوتينج. الانتر فيلان راوتينج وهي عملية ربط الفيلانز ببعضها البعض، مما يمكن الأجهزة الموجودة في داخل الفيلانز المختلفة من أن تتصل ببعضها البعض. ولكي يتم ذلك يجب أن نستخدم جهاز شبكة يعمل في الطبقة الثالثة، وهو إما أن يكون جهاز الراوتر، وعندها يطلق على هذه العملية راوتر أون ستيك، أو يتم استخدام سويتش في الطبقة الثالثة لاير 3 سويتش، واللي يطلق عليه ايضا الملتي لاير سويتش، وعندها يطلق على هذه العمليه الاس في اي، اختصار لسويتش فيرجوال انترفيس. بالنسبه للراوتر زي ما راح نشوف في الاعدادات، راح ناخذ منفذ اللي هو منفذ متصل مع السويتش، وراح نقوم بتقسيمه الى منافذ افتراضيه وهميه. كل منفذ راح يحتوي على الاي بي ادرس والسبنت ماسك التابع له كل فيلان من الفيلانز الموجودة في داخل السويتش، وبذلك تصبح هذه الفيلانز قادرة بأنها تتصل مع بعضها البعض من خلال جهاز الراوتر اللي راح يمثل ليها البوابة الافتراضية. أما من ناحية السويتش لاير 2 أو المالتي لاير سويتش، فراح نطبق عملية السويتش فيرجوال انترفيس، وهي فكرة أنه راح نقوم بإنشاء انترفيسز فيلان انترفيسز، وهي فيلان افتراضية وهمية راح نقوم بإنشائها في داخل السويتش، بحيث كل فيلان راح ننشئ لي انترفيس خاصة فيه، ونقوم بوضع الاي بي ادرس والسبنت ماسك ونجعلها اب بالامر نو شت داون. وبذلك لما نقوم بوضع جميع الفيلانز ونقوم بإنشاء المنافذ الخاصة فيها، بذلك سوف نسمح لهذه الفيلانز بأنها تتصل مع بعضها البعض من خلال المالتي لاير سويتش. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة. أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح، مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.